كان بن راشد بن سعود المكتوم سجل 10 دقائق ثانيتين وفاء وتماما وكمالا. تهانينا لاحمد بن سلطان بن رشيد ثالث المراكز. اتانا مشاغب لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم ب 10 دقائق ثلاث ثواني وثلاث اجزاء من الثانيه. تهانينا لعامر بن حمود بن نعفوس المنصوري. انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير، من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكرام انطلاقة شوطنا إذن الحادي عشر في مجموع الأشواط والشوط الحادي عشر الخاص بالزمول المحليات الأصايل لأيضا أصحاب السمو الشيوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق والتحدي والإثارة. نتابع الانطلاق ونتابع التحدي، نتابع الإثارة. وهنا على الصدارة وعلى المركز الأول يأتينا مهيض على صدارة هذا الشوط. من يسيطر على زمام الأمور وعلى الصدارة وعلى المركز الأول؟ مهيض لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة المضمر السيد سعيد بن عبيد بن مروشد على الصدارة على المقدمة المركز الثاني. ويأتينا هنا سلهود سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف بن لحج الهايري وعلى المركز هنا الثالث، ثالث المنطلقين. يأتينا صوغان سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهد بن سعيد المكتوم مع عامر بن حمود بن دعفوس المنصوري وعلى المركز الرابع. رابع المراكز يأتينا شكلان لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة سهيل بن مبارك بن مرخان. من يأتينا على الرابع المراكز في هذا الانطلاق الجميل المركز الخامس. وخامد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيف من لاحق الهايري على الصدارة على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط. واللحظات الأخيرة، اللحظات الأخيرة، السلوم والتحدي والإثارة. ولسلهود سلهود وشاهين شاهين سلهود سلهود واللحظات الأخيرة سلهود إذا صاحب المركز الأول. تهانينا والناموس سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. وثانية مطر بن سيف بن لاحق المركز الثاني. شاهين سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الثالث. مهيض سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الرابع. شهاب سمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم المركز الخامس لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. شاهين المركز السادس لهجن العاصفة. سابعا لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب بن سعيد المكتوم. ثامنا لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم. تاسعا لسمو الشيخ حمدان بن محمد. عاشرا ايضا لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم.